فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حول موضوع واحد، وهو ما حكم من يأتي إلى القبر فيقول: يا صاحب القبر ادعو الله لي أن يشفيني، فهل هذا شرك أكبر أم هو بدعة؟ أرجو التفصيل في ذلك. ليس في ذلك تفصيل، طلب الحوائج من الأموات دعاء أو غير دعاء شرك، لأن الميت لا يملك شيئا. الحي نعم تجي له تقول ادعو الله لي، لأن الدعاء عمل، والإنسان ما دام على قيد الحياة فالعمل ممكن في حقه، لكن الميت انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فهو لا يملك دعاء ولا غيره، فطلب الحوائج منه دعاء أو غيره شرك بالله عز وجل. نعم.